مساء الفل على كل مشاهدي متابعي منصة 24 ساعة رياضة في كل مكان وأهلا بيكم في لايف ولقاء جديد بنكون معاكم في متابعين لكل أخبار كرة القدم العالمية والأخص طبعا أخبار الأندية الكبيرة زي الريال والبرتسا ونجومنا العرب في الملاعب الأوروبية خلينا نتكلم طبعا مباراة دوري الأبطال النهاردة خلصت بفوز ريال مدريد على فوز ريال مدريد على تشيلسي وفوز ميلان على نابولي ولكن يبدو ان في ضيف اخر سيعود لاسبانيا ولكن من بوابه برشلونه يبدو ان احنا في الفتره القادمه انا برحب بكل المتواجدين معانا في اللايف وفي اللقاء من عبر انحاء الوطن العربي الكبير عوده ميسي لبرشلونه ابتدت تلوح في الافق عوده الاسطوره الارجنتينيه ليونيل ميسي الى نادي واسطورته او النادي اللي صنع فيه مجده البارسا. طب ازاي هيرجع ميسي وازاي هيتم الحصول على خدمات ليونيل ميسي وهو اساسا في باريس سان جيرمان، طبعا كلنا عارفين انه هو تعثرت مفاوضات تجديد عقده مع البي اس جي وكمان تقريبا ميسي مش عاجبه مشروع المملكه او مش عاجبه الانتقال الى نادي الهلال السعودي وعايز يفضل على الاقل سنه في الملاعب الاوروبيه بابلو بابلو معانا منورنا يا بابلو ومنورنا كل المتابعين لمنصه 24 ساعه رياضه في كل انحاء الوطن العربي خلينا نقول لكم ان النهارده تشافي تحدث عن عوده ميسي وان الجميع في برشلونه منتظرين عوده ميسي وان جميع زملاء ليونيل ميسي يتمنون عوده الاسطوره الحيه ليونيل ميسي لنادي مره اخرى البارسا فبريزيو رومانو الصحفي الاكبر المسؤول عن الانتقالات في اوروبا تحدث كثيرا عن ان نسبه عوده ميسي الى البارسا بتعد بتزيد يوم عن يوم لان ميسي واضح أنه هو بيأهب نفسه لعوده محتمله لبرشلونه لعوده تزيح ما حدث في نهايه عقده في فتره جوزيف ماريا بارتوميو الرئيس السابق او في فتره نهايه رحيله او رحيله عن النادي في فتره جوان لابورتا الحالي بين ده وبين ده ميسي اقرب الى البرصة من اي وقت مضى لان برشلونه في الوقت الحالي بيعمل في مفاوضات سريه مع نجمه ليونيل ميسي على صيغه العقد اللي يتفادوا فيه اللعب المالي النظيف خليني اقول لكم كمان ان اسره ليونيل ميسي استعادت اماكنها في برشلونه او اساسا هي ليها مقر ثابت في برشلونه ان ما بينعزلوش عن المدينه بينعزلوش عن المدينه المحببه الى قلبهم وقلب الاطفال لكن المفاجاه ان ابناء الاسطوره ليونيل ميسي تم حجز ليهم اماكن في احد مدارس برشلونه مما يعني او ما يزيد تكهنات عوده ميسي الى البارسا بابلو بابلو بيقول شكرا لك اخي ولكن عوده الاسطوره يقال انها مستحيل بابلو بابلو انت منورنا اولا لكن خليني اقول لك ان كل المؤشرات بتصب ناحيه ان ليونيل ميسي عائد للبارسا اولا الضغط الضغط اللي على اداره جوان لابورتا بسبب الازمات ازمه نجريرا والازمه الماليه هتخليه يحاول يكسب تعاطف الجماهير بصفقه كبيره في اكبر من عوده ليونيل ميسي في اكبر من انه يعيد النجم الارجنتيني واسطوره ومعشوق الجماهير الاول في الكامب نو خليني اقول لك كمان تفصيله اخرى جماهير برشلونه بتعمل ضغط يومي على لابورتا بانه يعيد يعيد ليونيل ميسي مرة أخرى إلى البارسا. خليني أقول لك تفصيلة ثالثة. تشافي هرنانديز تحدث عن إنه عنده مكان لميسي جديد في تشكيلته للموسم القادم. وما تنساش إن تشافي عنده حنين لزملائه في فترة الذهب فترة الجيل الذهبي اللي سيطروا فيها على أوروبا واللي من ضمنهم كان الأسطورة ليونيل ميسي. تشافي يتمنى إن هو يكون كمدرب درب لميسي أو درب ميسي في يوم من الأيام. العلاقه دي بين ميسي وتشافي هي اللي هتحل الجاب او هتحل العلاقه الصعبه اللي بين ميسي واجوال لابورتا رئيس النادي لان ميسي حتى الان متضايق من طريقه تعامل لابورتا معاه في نهايه عقده متضايق من عدم حمايته ليه في نهايه عقده ولكن يبدو ان ميسي حن الى العوده الى البرصة يبدو ان ملوش خيار غير ان هو يرجع يختم بطريقه كويسه في اوروبا مع البرصة شاف الفريق فاق شاف الفريق ضم ليفاندوفسكي شاف الفريق متصدر للليجا علاقته بالجمهور في فرنسا وبي جي توترت جدا خصوصا بعد فوزه بلقب كاس العالم على حساب منتخب فرنسا شفناه ما حياش الجماهير في اللقاء الاخير رغم تسجيله ما ذهبش انه يحيي جماهير البي اس جي كان متضايق جدا ان جماهير البي اس جي بتصفر على ميسي او بتصفر عليه تخيلوا انت يبقى عندك ميسي وتتصفر عليه يعني ميسي اكبر تاريخيا من تاريخ باريس سان جيرمان كله شكرا ليك يا بابلو منورنا عبد عيسى عيسى بيقول يرجع بيته في تقرا قولوا لنا اراكم لكن لن يستفيد برشلونه من عوده ميسي ليه مش هيستفيد برشلونه من عوده ميسي شوف حجم التيكتس حجم المبيعات بتاعت التيشرت شوف برشلونه كان ايه اقتصاديا مع ميسي وبقى ايه اقتصاديا بعد ميسي خد بالك البارسا بميسي مليون او مليارات في الرعايه مليارات في بيع التيشيرت مليارات في الترويج للنادي وشعبيته من المنطقة العربية لحد الصين الشرق الأقصى خد بالك عودة ميسي للبرصة مش بس عودة بسبب كرة القدم لا أمور تجارية أخرى البرصة باع واحد أو تسعة في المية من أصوله من البرصة ستوديوز ومن الحقوق اللي عنده وملكيته يعني عشان يعمل صفقات عودة ميسي ليه هتعمل نوع من أنواع الرواج الاقتصادي مش هتخلي برشلونة محتاج يبيع مش هتخلي برشلونه محتاج يستخدم الروافع الاقتصاديه عشان يضم لاعبين. عوده ميسي عوده الروح للكم نو، عوده ميسي انت بتتكلم عن لاعب هو برشلونه في العصر الحديث. ميسي في برشلونه يساوي اكتمال كده زي انت كانك بتقول اكتمال القمر، اكتمال كل حاجه، السحر بقى، عوده الكره الجميله. اه ميسي كبير لكن ميسي حقق كل طموحاته، خد بطوله العالم مع الارجنتين ودي كانت البطوله اللي تنقصه في تاريخه. طوال تاريخه كانت تنقصه بطولة نتوج بطلا للعالم مع منتخب الارجنتين، لكن عايز يختم بشكل كويس مع البارسا. تكهنات الصحافة الاسبانية لقت ان احد مدارس برشلونة فيها اسماء ابناء ميسي، فقالت لك خلاص يبقى ده قرب فعلا من العودة هو كده كده اوريدي عنده فيلته في البارسا، عنده محل اقامته في برشلونة، ما بينقطعش الراجل بيأدي اجازاته تقريبا كلها في برشلونة علاقته بلعيبه برشلونه مستمره حديث تشافي ان الجميع في البارسا منتظر عوده ميسي الكلام ده كله بيشير نحو اتجاه واحد بس وهو ان المفاوضات السريه اللي تمت بين جوان لابورتا وليونيل ميسي واضح انها وصلت للاتفاق الاتفاق اللي هيعلن في شهر يونيو الا لو حدث جديد وظهر عرض مادي مغري من احد انديه اوروبا لسه في كلام لكن ميسي واضح انه مستني برشلونه يعدل اوضاعه الماليه انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا يعني بشكر كومنتاتكم وتفاعلكم الدائم معانا عبر منصه 24 ساعه رياضه من كل انحاء الوطن العربي الكبير بشكركم انا محمد حسني شكرا جزيلا والى اللقاء في لايفات ولقاءات تانية جديده دائما وابدا عبر 24 ساعه رياضه الى اللقاء